فيك إشي في داخلك يقول لك أنت فلاح. تقطف أوراق الشاي، هذا الشاي ممكن ينتهي في يوم من الأيام في مائتك يا سيدي، يمكن يوم من الأيام هاي الورقة اللي قطفتها الآن تنتهي في مائتك العزيزة. أفضل نخب هو هاي ورقة، هاي هيك، هاي هي أفضل نخب. اللي من تحت عاد إشي ثاني يظل يتنازل. في إشي اسمه غبار الشاي اللي هو الشاي التجاري يعني، ولكن الشاي النخب الأول هو من الورقتين العلويات. وطلعوها طبعا من شجرة شوز الهند اللي فوق. سليشيا ريتيكولاتا. سليشيا ريتيكولاتا. جذعها بأخذوا جذعها هاب. This is growing 40-50 years. بيشتغلوها بالشكل هاب. All tree. آه. تحط في الماء وتشربها بتخفف السكر. This is we want to use it only 6 months then after reduce for the diabetic type 1 type 2 can help. آه. 6 أشهر بشرب من ميتها. طبعا أنا مش مسؤول عن اي دقة معلومة في هذا الكلام، انا بس بستعرض شو بيحكي. اها نو بروبلم. وهون ببلش اشرح لك طبعا عن المنتجات. اها وبعطيك ملخص هيك تستفيد فيه اذا مهتم. اها وعندهم باللغة العربية. طيب جميل، من اول اعطيني لغة عربية. شاي بالبهارات، مسحوق الكاري، مسحوق الكاري بالتوابل، زيت خشب الصندل والجوجوبا والأوليفيرا. هاي كانت زمان تجارة رائجة ومحاصيل ثمينة يعني، لما كانوا يجوا هون التجار من حول العالم يأخذوا هاي الأعشاب العطرية ويستخدموها عبر التاريخ في علاج الأمراض أو تخفيف أعراضها. فقوي ومشهود لها يعني، ولكن في أمور فيها شوية مبالغة. يقول لك بعالج السكر، بعالج مش عارف إيش. هاي حبوب الفانيلا أو عشبة الفانيلا، هيك يكون شكلها. This is when the beans boiling, we get the curcum. Al-curcum. This is curcuma roots growing underground roots. Underground cream. Natural cream. Curcuma extract, papaya extract, green papaya extract. And 18 kind of herbs. Mixed to get this cream, we call it hair removing cream. Hair removing. You know Sri Lankan Buddha? Buddha. Buddha, they apply head and face, no shaving. هاي حبة الأناناس وهي صغيرة. Baby ananas, not eat. بتكبر مع الزمن وبتصير أناناسة. Sandalwood. Sandalwood. خشب الصندل. خشب الصندل. نعم. This is sandal oil. وهذا زيت. Sandal oil. زيت الصندل ثقيل جدا زي القطر. This is oil and this is jojoba cream and aloe vera gel. Aloe vera gel. These three things mixed together, we can apply under eye dark circle, natural botox, natural lifting. تعتبر مستحضرات تجميل بتشارفة على الاستواء والاستعداد للاستهلاك. قرنفل. قرنفل. برائحته أخاذة جدا. لافي. وهو ينمو على هذه الشجرة. Here start. يبدأ بين الأوراق. مناسب لنمو الأشجار. What is this? This is Margosa plant. They make Ayurvedic oil against headache. هاي. Migraine. هاي بت. هاي العشبة بتخفف آلام الاحتقان الأنفي والشقيقة والصداع. أعطاني إياها أشمها، ريحتها قوية كمان. ومصر رافقني لأسفل الطريق. وبالنهاية الحصول على إطلالة رائعة بالشكل الموضح في الصورة المرفقة. حقيقة يعني يظل الإنسان مندهش ومبسوط بطريقة يعني زي ما يقولوها ساتيسفايد. هم كأبناء الشعب بيعرفوا كيف يناوروها وكيف من وين لوين بتودي، فبتكيش أحيانا تخش في هاي المسارات لأنه ممكن تكون حرجة أو ضيقة. الله هذا اللي جنبي من عارف هو ثعلب صيني ولا تشلب انت؟ والله لا هو ما أنا فاهم هو تشلب ولا حصيني، بس يا أخي بعطي على حصيني
ما شاء الله تبارك الرحمن، سبحان من خلق فأبدع. سريلانكا أو سيلان سابقا، وصلها العرب من أيام الجاهلية، يعني العرب الجاهليين كانوا قد وصلوا إلى هذه البلاد. أيام العهد الإسلامي في مراحل مختلفة رصد وجود العرب ووصولهم إلى هنا. في بعض الحالات كانوا كحالات نفي يركبون البحر ويصلون إلى سريلانكا، مش بس يتمكنوا يصلوا خلاص، أشخاص حاذقين وتجار مهرة قدروا يثمنوا ماذا يوجد في هذه البلد من حيث الأعشاب العطرية والمنتجات الخشبية والأخشاب الثقيلة والأحجار الكريمة. وعلى ذكر الأحجار الكريمة، كون سريلانكا منتج كبير للأحجار الكريمة ومن ضمنها الألماس، رصد في التاريخ أن العرب هم من علموا أهل سريلانكا قيمة هذه الأحجار. حتى في الصين مثلا شيء بالشيء يذكر، كانت الأحجار الكريمة تسمى الأحجار المحمدانية. الأحجار الكريمة السريلانكية كان اسمها الأحجار المحمدانية، دل على أن العرب هم أو تجار العرب هم من خمنوا وقيموا هذه المنتجات. سريلانكا معروفة بصناعة القوارب الخشبية، تجار العرب لما وصلوا هون أبدعوا أيضا في صناعة القوارب، وكان مشهود لهم بمهارتهم الاستثنائية في ربط أو توثيق أجزاء القارب بألياف شجر جوز الهند. يعني مشهود للعرب تاريخيا في سريلانكا كيف أنهم استطاعوا توثيق وشد أوصال القوارب بمهارة عالية بألياف جوز الهند بحال غريب، يعني بدون دق ولا طرق زي الطرق التقليدية، كانوا يشدوا شد في ألياف جوز الهند، وهذا يسجل للعرب بحكم هاي المهارات الاستثنائية، حيث أنهم جلبوا مثلا تعليمات وأسرار الطب اليوناني إلى سريلانكا وظل يستخدم لفترة طويلة، كانوا قريبين من الأسر الحاكمة. من ما سجل في التاريخ العربي ووثق أن ملك سريلانكا بعث إلى أحد العاملين لدى الوالي أو الخليفة، بعث له أبناء تجار توفوا، يعني تجار كانوا موجودين في سريلانكا وفي المناطق السيلانية، هي كان اسمها سيلان، برجع بعيد وبزيد، فبعثهم بكل احترام وتقدير إلى الوالي. جزء كبير من العرب لم يرجع أصلا إلى بلاد العرب، هو استقر في سريلانكا ولا زال وجودهم ملحوظ لغاية الآن. زي ما حكيت نسبة المسلمين هون حوالي أقل من 10% بشوي يعني من السكان، وموجودين في العواصم في المناطق الساحلية مثل كولومبو. الإسلام انتشر في المناطق هاي بالتعامل بس بالأخلاق، يعني كانوا يشوفوا الأخلاق، التعامل، اللطافة، ويسلم عدد كبير على أيديهم. It's not open. It's moon is too different. It's open, but original. Original, yeah. From here? Yeah. Sri Lanka? Yeah. I think it's in Australia. Yeah. Sri Lanka have few. You have like this. هذا هو الأوبال الأصلي. How much per one piece? One piece is just about $80. بتسابقوا يا أخي، دائما لما يشوفوا شغلة زي هيك بتسابقوا، لازم يقصوا. طب يا أخي احترمني. سامع صوت الأذان؟